مرحبا، معكم Creative Aid. اليوم سأتحدث عن طريقة عمل كوكيز الزبيب. أولا، وفي صحن عميق نضع كوبين من الطحين، ثم نضيف ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ونضيف أيضا ملعقة صغيرة ملح. نضع ملعقة صغيرة بيكنج سودا. نقطع كوب من الزبدة ثم نخفقها بهذه الطريقة مع الحذر أن لا تذوب، ونضيفها إلى الخليط. ثم نضيف كوب من السكر البني، ونكسر أيضا بيضتين. ونضيف أيضا كوب من السكر الأبيض وملعقة صغيرة فانيليا، ثم نضع ثلث كوب ماء ونصف كوب زبيب، وفي الخلاط نضع كوب من الزبيب ونغمره بالماء. نخلط الزبيب ثم نضيفه إلى الخليط. نحرك جميع المقادير جيدا، ثم نضيف 3 أكواب دقيق الشوفان، ونحرك جيدا حتى يصبح المزيج بهذا الشكل. ثم نرتب الكوكيز في الصينية بهذه الطريقة، ونضعها في الفرن على درجة حرارة 350. نخرج الكوكيز من الفرن ونضعهم جانبا حتى يبردوا، وهذا الشكل النهائي. نشكر متابعتكم. لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة والضغط على زر اعجبني، واذا كان لديكم اي استفسار اتركوا تعليق.